مرحبا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من القدس دوت كوم في لندن. مصادر مطلعة تقول للقدس إن القيادة الفلسطينية حسمت أمرها بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب التصويت على طلب حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة نهاية الشهر الجاري. وذكرت المصادر ذاتها أن الاتصالات مع الدول لحثها على التصويت لصالح القرار تواصلت حتى بعد فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية رئاسية ثانية. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا مع عدد من زعماء العالم ممن أرسلوا إليه رسائل تهنئة بإعادة انتخابه، ومن بين هؤلاء الزعماء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الرئيس السوري بشار الأسد يقول لقناة روسيا اليوم التلفزيونية: أنا لست دمية ولم يصنعني الغرب وسأعيش وأموت في سوريا، ونحن المعقل الأخير للعلمانية والاستقرار والتعايش في المنطقة. وقال الأسد إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يظن أنه السلطان العثماني الجديد وأنه خليفة. مسؤول في وزارة الخارجية التركية يقول إن حوالي 8000 سوري عبروا الحدود التركية ليلة الخميس الجمعة هربا من المعارك الجارية بين القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة عند مركز رأس العين الحدودي. وقالت مصادر المعارضة إن الجيش السوري الحر سيطر على البلدة. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن 12 سوريا قتلوا جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة القورية في ريف دير الزور صباح الجمعة، وإن منطقة الحولة في ريف حمص والقرى المحيطة بها تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية أيضا. الإسلاميون المصريون يحتشدون الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة لنصرة الشريعة كما يقولون، في غياب حزبي الإخوان المسلمين والنور السلفي، فيما يستمر الصراع بينهم وبين العلمانيين على صوغ الدستور. وقد هدد 30 عضوا في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالانسحاب احتجاجا على ما قالوا إنه سلق الدستور، محذرين من أن التسرع سيؤدي إلى تقديم نصوص رقيقة وناقصة تضر بمصلحة البلاد. أخيرا في هذا الموجز، انطلاق عروض أزياء ريو 2012 في البرازيل بتصاميم وألوان من وحي غابات الأمازون. وقد استخدم المصمم البرازيلي ألكسندر هاتشيكوفيتش ألوانا قوية ومنسوجات ثقيلة، كما أدخل اللون الوردي كلون شتوي في عرض قال عنه النقاد إنه يتسم بالنضج، وغير فيه المصمم لغة الإبداع ليس فقط في الجينز بل في تفاصيل أخرى. ومن بين العروض البارزة مجموعة أو بوي لشتاء 2013 من تصميم البرازيلية دانييل شوارتز التي استوحت خطوطها من تبادل الصور عبر تطبيق انستغرام لتشارك الصور عبر الهواتف الذكية. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.